السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم دحماس. اليوم جماعة الخير حرب السيت اب الحلقة 34. بس قبل ما نبدأ، دائما انتم تسألوني عن انه كيف تزين في السيت اب حقك بوسترات، ومن وين نشتري البوسترات حقت الالعاب. هذا متجر اسمه ايجل بوسترز، متجر جميل باسعار حلوة، يسوي لكم بوسترات للالعاب، وحسابهم في الانستغرام وتويتر ورقم الواتساب كله قدامكم، يسوي لك بوسترات لأي لعبة في راسك. شوف المتجر حقهم وشغلهم يعني حلو ما شاء الله، يستحقوا. اما الان فخلونا نبدأ بحرب السيت اب. هذه الحلقة فيها شوية يعني أشياء غريبة، راح تشوف إن شاء الله. أنا ما بستعجل عليكم ولا بحرق. خلونا نبدأ بأول مشاركة من نجم. وخذ يا حبيبي سيتاب من البداية كذا تفجير من أول مشاركة. شوف السيتاب اللي متعوب عليه، إضاءات على فيجرز على سيتاب كونسول وبي سي طبعا، أكيد يعني غرفة متكاملة ما شاء الله. وإضاءة النيون هذه يا أخي يا الله جميلة ما شاء الله، من السيتابات اللي متعوب عليها، مدفوع على تكاليف. شوف أصلا واضح الجدران البوية حقتها والأرض الخشبية، غير البي سي يا عمي. شوف كيف الكيس وكرتين 1080 Ti، ما يمزح ذا، حتى البي سي ما يمزح فيه. مواصفات معالج AMD 1950X Threadripper يا عمي، معالج يعني جامد هذا. أنا مدري أنت تشتغل في المونتاج. بالمناسبة هذا نجم، قبل ما نكمل، اللي شارك في بداية حرب السيتب في أول حلقة، فرجع مرة ثانية وطور السيتب ما شاء الله، مع أحلى تبريد مائي كاستم للمعالج. يعني الصراحة ما أدري شو أقول، ما شاء الله، والكيس الخرافي. كثير مواصفات مارس اللي هي يعني يمكن نفسها القديمة، رجعوا لها. سيتب الكونسول ما شاء الله يعني برضو حلو يا أخي، يعني حط لك سليب ليت على اليمين كذا، يعني أنت تشوفه إنك لك ما تنام إلا متأخر وسهر وكذا. حقت نفر واحد كنبة، ورق جدران ورا، وأحلى علامات ستوب مدريش. فمتعوب ما شاء الله على السيتب، يعطيك العافية يا طيب. وأنا أتوقع أنك بتفوز مرة ثانية في التصويت من السيتب الخرافي ذا، حبيت أحطك في البداية كذا كتغيير. يعني نروح للسيتب اللي بعده من مشعل شرطة تحت 16. وهذا السيتب حق مشعل شرطة تحت 16، ويا حبيبي أحلى وأطنخ من اللي قبل شوية. يعني بصراحة أنا حطيت هذا السيتب، أنا أقول لكم عشان إيش، عشان النوتات اللي فوق هذه الستة. هذا حبة يحطها كإضافة في السيتب حقه، بدل ما يشتري بوسترات وفيجرز وخرابيط ودفع فلوس على الفاضي. يا حبيبي ستة نوتات على الجدر، ويكتب فيها ملاحظاته اليومية وانتهينا. سيتب حلو، جايب الطابع الأحمر على البني، يعني يمكن في عدم تناسق مع الجدر لأنه فاضي مرة الجدر، احنا متعودين نشوف اشياء في الكاز من NZXT Phantom 410. مواصفاته عندكم معالج i5 4690K على كرت 960 ورامات 16. السيتب جايب شاشتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وفر على نفسه الصغيرة، حط فيها تيم سبيك وانتهينا، ما بيلعب عليها. اللي على اليمين عندكم شاشة تلفزيون، يعني خلي هذا مكان الكونسول. حركة انه الكرت جاي بشكل طولي جدا حلوة، يعني اعطت منظر رغم انه حق مس اي كبيرة الهيت سينك، يعني شوفك شوي يصقع في اللي فوقه، اتوقع بالحفة انت دخلته ما اعرف كيف، يعني اهم شيء انه ضبط. يعطيك العافية المشاركة، تحية لك يا غالي. السيتب اللي بعده من باندا، وهذا السيتب يا عزيزي، والشاشة الالترا وايد اللي ما اعرف كيف جاي، دي اول مرة اشوف شاشة الترا وايد بذا الطول، حتى ستاندين حقها مو ستاند واحد. اسم الشاشة هذه CHG90، فيها HDR وفيها مواصفات جميلة، QLED، تقنية كوانتوم دوت 144، الريزولوشن حقها 3840x1080. ما هو 4K لكن كعرض 4K، لكن كطول 1080p، فما اعرف هي موجهة للناس يحبوا الالترا وايد. وحلوة في السيتب، يعني تغطي منطقة كبيرة من الطاولة زي ما انتم شايفين، تغطي يعني ما شوفوا كم المساحة، يعني رجل الاول شيء غريب كذا، تحس حتى مقطع لما انفتح هذا، شوفوا كيف جاي مقطع، لانه الاسبكت ريشيو مختلف تماما، يجيك بلاك بار كبير يمين ويسار. بس كافلام حلوه راح تجيك يعني واسعه، بس هي ميزتها واللي مطلوبه في الديزاين والتصاميم مره حلوه. التايم لاين حق السوني فيجاس يجيك عريض مره، تاخذ راحتك في الايديتنج، بتدلع كثير من ناحيه الايديتنج وزي كذا. مواصفات البي سي i7 8700K على كرت 1080 ورامات 64 جيجا بايت. خلاص انا من هنا قلت عرفت انك مصمم ديزاينر ايديتور، ممكن المواصفات تبين، يعني 64 جيجا على i7 8700. الماوس ديث أدر، وعندكم يعني حركة المذر بورد اللي فوق، يعني يمكن نوعا ما في شيء يحطه، فطفر الآدمي حط هذا المذر بورد القديم عنده. برضو حركة الكرت اللي بشكل طولي ما شاء الله بدأت تنتشر. الكيس حلو حق نوكتس، وأحلى شيء التوثيق حق المشاركة، كتبوا تحت الطاولة بالتاريخ، فيعني شكرا لك يا عزيزي. نروح للستب اللي بعده من حرب عبقري، هذا هو. ويا حبيبي عشان كذا اسمك عبقري، يشوف كيف، شوف الروقان، شوف الطقطقة يا شيخ، ريح راسه.
ايش بيشتري زي ذول اللي قبل شوي مبالغ طائلة و2000 دولار؟ لا، شوف كيف الشغل يا حبيبي، جاب لك المذر بورد، الباور سبلاي، الكرت، الهارد ديسك الجرين على الاس اس دي، لصقها كلها في الطاولة الخشب، اللوح الخشب هذا. حلو، جاب لك حديد كذا ألمنيوم مرمي في الشارع مصدي، وحط لك أحلى بوي عليه، وعندك علبة تونة مدري علبة مربى، وعباها موية خضرة حقت رديتر سيارة وخلاص. اي من جد، لانه لو حط مويه هذا لا، لازم مويه يعني نقيه، لانه الادمي بيسوي بامب او مضخه عشان يعني المويه، بيسوي تبريد مائي. فعبقر والله، احترمته يعني. شوفوا كيف الفكره طلعت في الاخير، تبريد مائي فعلا، يروح للمعالج، يرجع على الريديتر الصغير هذا اللي ما اعرف من وين جابه، حق سياره ولا سيكل ما ادري، وبس. فالشخص ما شاء الله، حتى انا ما اول مره اشوف واحد زي كذا يعني بادوات بسيطه. ما اعرف كيف البمب سواه، هنا السؤال، البمب اللي تدف وتسحب تدف، كيف جبتها؟ يمكن هو الشيء، القطعه اللي اشتراها. غير كذا مويه والليات كل هذه تافهه، الكيس كله من صنعه يعني، انا توقعت انه اشترى، لا فعلا في الصور شايفين قزازه جابها ولصقها في الحدايق هذه اللي جابها من برا. وشوفوا كيف الكيس من ورا خشب كذا عادي، لكن من قدام جميل، حطوا له كم مروحه كمان عشان تهوي الكيس، ومن اجمل ما يكون. خلاص لا ريح نفسه ولا دفع شيء، وترى شغلك سليم لا تخاف، ما في اي مشاكل، اهم شيء انه ما يطيح وكذا، لانه انا شايفه على منطقه خطيره شويه. فوالله شغلك كويس، يعطيك العافيه. نروح للست اب الاخير من عمري، وما شاء الله يعني برضو ست اب جميل. انا شايف اكثر شيء مميز اتوقع كلكم لاحظته، اللي هو الكيس حق كورسير 570X، يعني جاي بقزاز حلو بشكل مايل مع نبتة على اليمين، وأحلى ساوند سيستم على اليسار كذا سبيكرات، مع عمر عباس هذا يا جماعة اللي قد شارك في حرب الستب، لكن طور البي سي حقه، طور كم حاجة. التبريد المائي أشوفه كيف ما شاء الله، كاستم خرافي، ألوان يا حبيبي، وريديتر، وأحلى ثيم وردي كذا مع أزرق أو أبيض، يعني ستب ما شاء الله جميل. بالنسبة لمواصفات البي سي، i7-7700K على رامات 16 وكرت 1080 Ti اوروس اكستريم نفس اللي عندي، وهايبر اكس كلاود 2 بالنسبه للسماعات الهيدفونز، واضاءة جميله في السيت اب. ممكن انا اقترح عليك يا عباس تبدا تتطور في، بما انه يعني انت ما شاء الله كنت تحب التطوير في السيت اب، انا اشوف الكرسي، خذ لك كرسي كذا مطابق كالوان للسيت اب، كذا الطاوله حلوه يعني ما في شيء يعني انا شايفه. بس يعطيكم العافيه يا جماعه على المشاركات، التصويت عندكم. شوفوا انا عارف يعني الماديه مختلفه في ذي الحلقه، يعني في ناس دفعوا، في ناس هذاك الاخ يعني ما دفع ولا شيء، سوى سيت اب يعني بي سي حلو، مو سيت اب تبريد مائي، يعني في تحدي صراحه. فكل واحد يصوت براحته، مو شرط انك يعني تصوت للاغلى او الارخص، براحتكم. وبس هذه هي مشاركاتكم لذا الاسبوع، ان شاء الله نشوفكم في حلقات اجمل. ايش رايكم في التصوير هذا، افضل من اول؟ لاني احس انه كذا يعني مرتاح انا في الجلسه هذه اكثر من اني اكون واقف. يعني نشوف. يعطيكم العافيه، شكرا لكم، السلام عليكم.